ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه. اليوم سنكون في آخر موقع من مواقع غزوة الخندق. هنا كان معسكر القيادة المركزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان مسجد يسمى بمسجد الفتح. فماذا حدث في الأيام الأخيرة من هذه الغزوة؟ دكتورنا الحبيب، ولا زلنا في حديثنا عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق. ما علاقة هذا المكان بهذه الغزوة؟ حبيبي الشيخ فهد، هذا المكان الذي تشاهده هو المقر الرئيسي لقيادة المسلمين في هذه الغزوة. هذا المكان؟ هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سلع، هذا جبل سلع خلف ظهره، نعم، والخندق أمامه. الخندق كان من هذه الجهة، من هنا أمامه، إيه نعم، والمشركون كانوا من خلف الخندق. الله أكبر. فهذا المنظر الذي نشاهده هو قيادة الرئيسية للمسلمين في هذه المعركة. طبعا هناك أماكن أخرى، لأن المسلمين انتشروا على طول الخندق ما يقرب من 3 كيلومترات، لكن قبة القيادة كانت في هذه المنطقة. في هذه المنطقة. في هذه المنطقة، نعم. ما شاء الله تبارك الله. شيخنا، متى بدأت بوادر النصر من الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة؟ الحقيقة بوادر النصر ظهرت عندما ربي عز وجل جعل الجو بارد. الأمر الثاني قصة الصحابي الجليل نعيم بن مسعود. أسلم ولا يدري أحد بإسلامه قبيل المعركة، نعم، وكان صديق الجانبين اليهود والأحزاب. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أسلمت ولا يعلم أحد بإسلامي، فأمرني بما شئت. قال: إنما أنت رجل، ولكن خذل عنا ما استطعت. فذهب نعيم إلى بني قريظة وقال لهم: ما الذي حملكم على ما صنعتم؟ أنتم أهل الدار والمقام، وفيها بيوتكم وبساتينكم وأموالكم، أما هؤلاء المشركون جاءوا يريدون أن يجزون محمدا، فإن انتصروا عليه وإلا رجعوا إلى بيوتهم وتركوكم. شوف هذه الخطة. قالوا له: يا نعيم، ماذا نفعل؟ قال: نصيحتي لكم، اطلبوا منهم 40 شابا من أشرافهم يكونون معكم حتى لا ينسحبوا ويتركونكم. قالوا: والله لقد أشرت بالله. ثم رجع إلى أبي سفيان وغطفان وغيره، وقال الأحزاب. الأحزاب، نعم. وقال لهم: تعلمون صدقي لكم ومحبتي؟ قالوا: نعم يا نعيم. خير، ما وراءك؟ قال: لقد علمت بأن بني قريظة قد ندموا على غدرهم بالمسلمين، وقالوا لمحمد إنه سوف نأتيك ب40 رجل من أشراف قريش مقابل هذا الغدر لكي تعفو عنه، ووضعوا لكم هذه الخطة، فإذا طلبوا منكم شيئا فلا تقبل. فعند ذلك لما اجتمع البرد مع الشكوك التي زرعت ما بين الفريقين، أرسل أبو سفيان فريق إلى بني قريظة: إننا أصبحنا بدار مقام لا نستطيع، هلك الكراع والخف من البرد. من البرد، نعم. فإما أن نقوم قومة رجل واحد فنناجزهم، وإلا سوف ننسحب. قالوا: اليوم سبت ونحن لا نعمل يوم السبت، ثم إنكم ربما تذهبون وتتركوننا، فنريد منكم أن تأتون بأشرافكم ليكونوا عندنا يقاتلون معنا ويبقون معنا حتى لا تنسحبوا. فعند ذلك عرفوا، قال المشركون بعضهم لبعض: لقد صدقكم نعيم، نعم، ابن مسعود. فهذه الفرقة التي دبت في صفوف الفريقين مع ما بعث الله عز وجل وهيئه من عوامل البرد، والملائكة التي تزلزل قلوب المشركين، بدأت بوادر النصر تلوح في الأفق. حاصرت الأحزاب المدينة المنورة حصارا طويلا امتد قرابة الشهر. وفي هذا المكان وفي مسجد الفتح دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء العظيم، فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة تقذف الرعب في قلوب المشركين، وأرسل عليهم ريحا شديدة تخلع خيامهم، فانقلب الأمر على المشركين. بعد أن كانوا مجتمعين تفرقوا، ثم ولوا مدبرين خاسرين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي امتن فيها على المؤمنين في هذه الغزوة العظيمة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. أخي أبو سالم، وأنت تتحدث عن نتائج غزوة الأحزاب، نعم، وكيف أن الله عز وجل نصر المؤمنين بالريح بهذه الآيات العظيمة. بهذه الآيات العظيمة، والريح هذا جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا هو. فهذه الريح التي نصر الله بها المسلمين في غزوة الأحزاب لها اسم سماها الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالصبا. الله. في هذه الغزوة. وأهلكت عاد بالريح. بالدبور. نعم. للريح لها أسماء في لغة العرب. الله. فالريح التي أرسلت على المشركين في هذه الغزوة هي الصبا، وهي ألطف من ألطف أنواع الرياح. هذه التي رجعتهم. التي أرجعتهم. وإلا لو أراد الله عز وجل وأرسل عليهم ريح الدبور لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة حتى على غير المسلمين. الله أكبر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم رحمهم الله عز وجل، الله، المسلم وغير المسلم. الله أكبر. شوف هذه وذلك هنا يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الله. فوجوده صلى الله عليه وسلم خففت الريح على المشركين صلى الله عليه وسلم. كان يريد أن يرجعوا فقط. فقط الله. لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من أصلابهم وأولادهم ومنهم أبو سفيان وغيرهم من سادات المسلمين كانوا مشاركين في هذه الغزوة. خالد بن وليد. خالد بن وليد الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. كلام جميل شيخنا. وتأمل رائع. الله يحفظكم ويطول في عمركم ويبارك فيكم. تفضل. المصطفى صلوا عليه. مبادرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان لها أثر على ضيف حلقتنا اليوم، وهو الدكتور طارق الجلاهمة، الذي حكى لنا تقلبات تجربته المهنية وأثر المبادرة في حياته. دكتور، غزوة الخندق، هذه الغزوة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت غزوة عظيمة، حدث ما حدث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، أثرها عليك دكتور؟ هذه الغزوة هي عبرة وموعظة ودرس لكيفية المبادرة. ويجب الإنسان أن يتفكر كثير في مثل هذه المواقف. غزوة الخندق، سلمان الفارسي يعني ضرب مثال للمبادرة. يجب أن يكون الإنسان مبادر. قد تمتلك إمكانيات، تمتلك علم، تمتلك قدرة وجودة، لكن لا تبادر. حبيس البيت، حبيس الأفكار السلبية. كان الاقتراح ومبادرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه الأثر الأكبر في انتصار المسلمين في هذه الغزوة. وما كانت المدينة ستصبر 3 أسابيع لولا التكتيك العسكري الجديد الذي اقترحه رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أيضا مع الصحابي الجليل نعيم بن مسعود عندما حرش بين الكفار وفرق بينهم. يجب على الإنسان مبادرة، يجب على الإنسان أن يطرق البيبان. ما يقول لك والله أنت قاعد في البيت ويك رزقك لبيتك، ولا قاعد في البيت والنجاح يوصلك ترى يطيلك الباب النجاح يقول لك تفضل أنت ناجح. لا، لازم تسعى وتبادر وتخفق مرة وتنجح مرة. سلمان فارس عندما بادر واقترح هذا الاقتراح العسكري، وأنا مريت فيها العسكرية وأعرف أن بعض التفاصيل البسيطة اللي قد
ما تكون بالعين شيء لكن هي كبيرة في 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 تأثيرها، هي كان لها الأثر الكبير في غزوة الخندق. مبادرتك لمجتمعك مهمة ومؤثرة، لا تقلل من كلماتك ولا تمنع مجتمعك من الخير الذي سيجريه الله سبحانه وتعالى على يديك. أبي أبدأ معك بالحب الأول، القادسية وكرة القدم، ما اللي خلاك تروح نادي القادسية؟ نادي القادسية قصة حب وغرام، يعني ما هي فقط ركبت الباص ورحت النادي. نعم. لا هو يعني من الصغر فيصل وجاسم كانوا ملهمين لجيلنا، يعني نعم. لجيل صحيح. الشباب، فرحت النادي، رحنا نادي القادسية، تمرنت نادي القادسية وتدرجت الحمد لله ووصلت إلى الفريق الأول. بعد ذلك طبعا بحكم العمل والارتباطات في العمل فضلت أني أبتعد عن النادي، وخلاص أعتقد أني أنا اكتفيت بهذه المسيرة. قد نبتعد جسدا عن النادي لكن احنا قلبنا معاه. نعم. ودائما تركيزنا على بيد الشمري. بيد الشمري راح يلعب الفاول، تصلح لطارق الجلاهمة وشاي طارق. الله، مو معقول هذا الجول، جول حلو من طارق الجلاهمة. طارق الجلاهمة يصلحها لاعب. خرجت من الثانوية 89، بعد ذلك قدمت على كلية التربية الأساسية تخصص تربية بدنية، كانت شهادة جامعية 4 سنوات في كاريوس. كان يعني دراستي وكنت ألعب في النادي، وكان توني صاعد الفريق الأول يعني، فكانت الدراسة في مجال هوايتي، فكانت مساعدة يعني، وكان الأمور ممتازة بالنسبة لي. أول شهرين ما لقيت نفسي بالتدريس. التدريس في المدرسة؟ بالمدرسة. نعم. كنت مدرس ثانوية بعد، يعني شوف تخرج مدرس ثانوية مقررات في يوسف بن عيسى، ما لقيت نفسي بالتدريس، حسيت ان هذا مو مكاني. أيه. قد يكون مناسب. كثر قعدت تقريبا بالتدريس؟ قعدت سنه دراسيه. أيه. في نهايه السنه شعرت ان ما هو المكان اللي ممكن اجد نفسي فيه، فحاولت في منتصف السنه اني ابحث عن جانب اخر، وهو جانب مختلف صراحه، جانب ما كان موجود عندنا في العائله نهائيا، يعني هو الجانب العسكري. يعني كنت أبي أدخل أصير ضابط. دخلنا 9 شهور طالب ضابط، نطلع بالويكند نحجز. أوه. كانت دورة عسكرية، فسجلت فيها وفضل من الله سبحانه وتعالى تم قبولي. بديت في الحياة العسكرية، اختلفت حياتي بسالم، وهذه رسالة للمشاهدين، إن الأهداف التي تضع لها تجتهد وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وتبذل الأسباب. نعم. والله يقف وراك. أيضا وجدت أن فرصة تحصيل العلمي هو الماجستير والدكتوراه متاحة بالنسبة لي، فليش ما أني أكمل؟ يعني أنا بصراحة طموح، عندي طموح كبير وما في حدود بالنسبة لي للطموح. فقدمت على الجامعة في مصر، في جامعة الزقازيق في مصر، قدمت على الماجستير وفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله تخرجت في الماجستير وكملت على طول في الدكتوراه في جامعة بنها. يعني دائما تقول احلم وانجز على طول. بكل تأكيد. بعد توكل على الله سبحانه وتعالى. كان عندك حلم انك تكون في امريكا دكتور. نعم. أي. وكان كنت ادعي ربي. اي. يعني ادعي ربي. ما حقق لي وانا طالب، حقق لي وانا ضابط. نعم. طلعت الاول في دورة في العسكرية. اي. فتم تكريمي من رئيس الاركان وقال لي لك دورة في امريكا. تحسنت عندي اللغة كثير. وأمور كثيرة تفتحت في بالي ومعرفة كبيرة بالنسبة لي كانت رحلة أمريكا. لاحظ معاي الدكتور طارق الله يحفظه كان لاعب كرة قدم، فيسر الله سبحانه وتعالى له الدخول في الجيش حتى يتعلم منها الضبط والربط حياته، وحتى يكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، ثم بتقدير من الله سبحانه وتعالى فتح له باب دخول الإعلام كمحلل رياضي في الوقت المناسب بعد قضاء المدة الكافية له في عمله كضابط في الجيش، فكان باب جديد للدكتور طارق لم يكن في الحسبان. النقلة اللي ما كانت في البال ولا على الخاطر. نعم. كمحلل. نعم. هذه شوف سبحان الله، يعني الله يعني كاتب لي المقادير. مراحل حياتك عجيبة. الله كاتب لي المقادير. يعني كنت في أعتقد كانت آخر سنة لي في الماجستير، أول سنة في الدكتوراه، كنا نطالع نهائي كأس، نهائي دوري الأبطال، الأرسنال وبرشلونة. أي. مع صديق من الزملاء معي، فكنت طالع المباراة عنده في البيت، كنت في القاهرة، فقلت طالع المباراة وقلت أقول والله اللاعب ليش ما يتحرك شيء، ليش ما يروح هذا؟
قال لي انت ليش ما تحلل في المباريات، ليش ما تحلل التلفزيون؟ أيه. تو كان التحليل في الكويت تو أيه. بدا ياخذ نوعا ما وضعه أيه. فحط في بالي الفكره. بنفس السنه دخلت دوره تدريب في الكويت، كان احد الزملاء معنا في الدوره اسمه باسل الايوبي وهو احد المعدين في قناه الثالثه. اتصل علي قال لي والله بعد الدوره اتصل علي نبيك تحل عندنا بطوله الشامبيونز ليج على البث الارضي. فقعدت اسبوعين انا احضر وادرس ادرس، خذيتها كامتحان كم تدرس واحضر هذا، ورحت للاستديو ورب لك الحمد يعني فتح علي ابواب كثيره جدا وهذا ما وصلت له. انتقلت من تلفزيون الكويت، ايش كثر قعدت في تلفزيون الكويت؟ قعدت في تلفزيون الكويت 3 سنوات الى من دوري محلي الى كاس خليج، بطوله كاس خليج كان ياخذون الكويت الى بطوله كوبا امريكا، كانت بالنسبه لي نقله. كوبا امريكا كانت على الفضائي. بعد نهايه البطوله شعرت ان متابع بصوره كبيره من الكويت ومن خارج الكويت، فربي لك الحمد وفقني في هذه البطوله. وانا لا انسى يعني الناس اللي وقفت معي وناس اشادت على ايدي في هذه المرحله. العم والاستاذ عدنان السيد كان في جريده الوطن، كان في له عمود يعني ما بين 3 أيام 4 أيام يكتب عني، وكتب عني كلام للأمانة يعني أعطاني دفعة معنوية كبيرة جدا أني أستمر في التحليل. بعد ذلك اتصلوا علي قناة أبوظبي، كان عندهم حقوق الدوري الإنجليزي صح، فكلمني هناك من القناة قال لي نبيك تكون موجود معنا. قلت له اي حاضر، وحضرت اكثر للدوري الانجليزي. مسؤوليه اكبر طبعا، تمثل بلدك طبعا يعني يعني انت تتكلم عن الدوري الاكثر مشاهده على مستوى الوطن العربي. المصطفى صلوا عليه. انا دائما اذا في البيت احط تليفوني على السايلنت، اسكره ما اخليه ما يرن واخليه يشحن بالغرفه. سبحان الله شيء قال لي قوم روح شوف تليفونك. أنا العادة ما أخذه، إذا بغيت أطلع أخذه. فقمت لقيت في رقم قطري يتصل عليه ومحطرنا، فألو معك إحنا قناة بي إن سبورت وكذا، نبيك قناة الجزيرة الرياضية، نبيك تكون معنا في أول يوم العيد. ومن هذاك الاستديو اللي كانت مباراة تشيلسي وريال مدريد، كانت صبحية عيد الفطر إلى يومنا هذا. وهناك من الشيء الكثير ومن القدر الشيء الأكثر والمفرح بالنسبة لي في قناة بيان سبورت. شنو السبب اللي في كل مكان تروح لأبو فهد عندك تارجت معين تبتوصل له، سواء كنت لاعب، سواء كنت في عملك، سواء كنت في التحليل، سواء كنت في بيتك، دائما أبي أوصل إلى مرحلة معينة ولازم أوصل له، عندك حلم؟ والله شوف أبو سالم، يعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني بطبيعتي أنا، وأنا أقولها بكل شفافية، بطبيعتي ماني إنسان أني أقبل بما هو عليه، دائما أنظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل هذه الأقدار والتنقلات التي حدثت في حياة الدكتور طارق هي بلا شك قدر مكتوب من الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الدكتور، فقال عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأبواب التي تفتح لك أو التي تغلق أمامك هي بلا شك خير لك، فلا تقلق. ولكن سعة الرزق والبركة في الحياة لا تأتي لشخص غافل لاهي. فسألت أبو فهد سؤال وكنت أبي جواب بكل صراحة، ماذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ وأبي الكل يستفيد. يا دكتور، ما هو سر هذا التوفيق؟ يعني الله كرمني كرم كبير جدا، ربي لك. في سر، لازم في سر. هذه هذه الرحلات وهذه التحولات وهذه النقلات وهذه الأمنيات اللي تحققت وراها شيء دكتور، لا يمكن إنسان مسلم مؤمن بالله عز وجل أيا كان توجهه يحقق هذا كله، يصل إلى هذه الأمنيات كلها، إلى هذه الأهداف كلها، وما نعرف إحنا والمشاهدين شو اللي عند دكتور طارق وفهد شنو عنده. والله شوف، أنا ماني إنسان مثالي ولا إنسان كامل، الكامل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حرفيا ما أدري، قد يكون وهذا ما أسمع وأشاهد وألتمسه هو البر في الوالدين. يعني قد أكون بإذن الله بارين بهم، نسعى أن نكون كذلك. أني أنا قريب جدا من والديني جدا، يعني أي شيء يكون لي أي شيء يكون لي أقسمه بالنص.
بينك وبينهم. وهذا هذا يعني ما في أعظم من هذا العمل اللي الله سبحانه وتعالى أوصى فيه أبو فهد، اللي قارن عبادته وتوحيده بهذين الشخصين، يعني الوالد والوالد. نعم. قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. البعض يعتقد أن البر فقط في أنك في المال. لا، ليس المال البر، ممكن بس أنك تزورهم. لا، مو بزورهم. البر أكبر وأشمل من هذه اللي قلت لك إياها. البر كلمة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان، وصينا الإنسان بوالديه، هي وصية. هنا كان النبي ونوره المشهود، كان هنا أماكن تفتح القرآن، والترتيل أدمعنا. عبادة الله سبحانه وتعالى على كل أرض فيها من السعادة والراحة ما يشعر فيه كل مؤمن مخلص، فكيف إذا كانت هذه العبادة على أرض من الجنة؟ نعم، أرض من الجنة في الدنيا. لا شك أن السعادة والطمأنينة والرحمة ستكون أعظم وأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الأرض ميزها الله سبحانه وتعالى لبركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذة الصلاة والعبادة في الروضة الشريفة تختلف عن باقي الأماكن، وكمال اللذة في اتباعك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليكن قدوتك. أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من غيثه قلبي ارتوى. ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه. بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين. بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين.